المشكلة عندنا العرب الشرق هنا يبغى يكون خطيب جمعة ومهندس وعاقد أنكحة ويزوج العوانس وعنده مكتب عقار. هذا شوف حج بها مسامح. الغربيون يقول أنا لما سافرت يقول في كلاهما اجتماع في مؤتمر كان مع المشايخ قالوا نحن الغرب ننبني على ثقافة التخصص. تنشي التخصص يبقى 40 سنة في هندسة التربة بس 40 سنة في هندسة التربة، وذاك في الفيزياء 40 سنة، وهذا في الطبي 40 سنة. زيد الطب ما عنده طب العيون أو الأعصاب، فيجيدون. لذلك تجدهم بدأوا، خلونا نعترف، بدأوا ينزلون على سطح القمر وعلى المريخ، ونحن باقي بقى نعرض من 50 سنة عرضات شعبية، ويقولون يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود. قالوا حاسدين الناس. وش حاسدين؟ الإنسان يزوج 4 زوجات ثم يأتي 40 ولد كلهم يأكلون فصفص ويلعبون بلوت. فماذا قدمنا؟ الصحابة قدموا لأن عندهم ثقافة التخصص. الصحابة في وقتهم كان العلم في وقتهم هكذا، فدرسوا الكتاب والسنة ووزعوه للعالم، فتحوا إلى الراين. من اللي فتح إلى الراين؟ أنا وزرت الراين. من اللي فتحوا؟ الصحابة. من الذي وصل إلى سور الصين العظيم؟ الصحابة. من الذي أسقط دولة فارس والروم؟ الصحابة والتابعون. ما الذي أسس عدالة العدالة والحق والإيمان؟ هم الصحابة رضي الله عليهم. ما الذي روى الحديث؟ هم. ما الذي حضر بدر وأحد واليرموك والقادسية وتكلموا مع شعوب العالم وأزالوا الاستبداد في الدنيا؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. حسان أعطاه صلى الله عليه وسلم الشعر أجاد وأخزى المشركين بشعره، لكن شاعرنا الآن كله في العيون وفي القدود، وتحول الآن من العربي يا ونة ونيت يوم صليت ورنة غراب طار دلة حمامة، كله في حب وهيام. أين الشعراء اللي ينصرون الدين؟ وين الكتب؟